هذا البرنامج برعاية كرتاج طماطم المراس صنفة طماطم كرتاج صنف وتبنن. اكتشفوا بنت ميني بات وردة جديدة للصغار كهو وللكبار زادة. وردة سرها المحبة. هيا اقعدي. عجبك الديكور؟ محليه محليه بالحق. عجبتني ذيك الكوجينة جونيور اللي تشعل بالضوء. ريت محليها هذيك انا كتبتهم خاطر هذوك لازم تلصقهم. هذوكم لصقتهم انا وحطيتك القلوب هذوكم من اللوطه بهي صافا. محليه برشا الفنادق. تحب انت شنو اغنيه تحبها مثلا؟ اغنيه ايطاليه. اغنيه ايطاليه شنو الاغنيه؟ بونجورنو ايطاليا بونجورنو ماريا. عارفة؟ نعرفها هاي. تم بعد ما نحطوها بالقدا بي تقول لهم شعرش باش نعملو كل خليهم بعد يكتشفوا. صفا فرحانة شيخة نجمو مدو نطيبو بي مش طيب لنا حاجة عندها علاقة بإيطاليا هكا ولي بيان سور بيان سور هيا مال نمشي ونطيبو. مرحبا بكم في حلقة جديدة من كوجينة اليوم جونيور على قناة نسمة. اليوم يا سيدك بن سيدك عنا حلقة جديدة وجو آخر والدنيا الكل حاسيلو. أما قبل هذا حبيت نشكركم على التفاعل متاعكم واللي بعثتولنا برشا تصاور لديفي متاع جو دورانج. وتوا نمشي لحلقة اليوم مع لينا. سنحويلك لينا صبا صبا شيخة فرحانة ما وعدة في الكوجينة وجو وكل هكا ولي. شبش نطيبوا اليوم؟ نطيبوا بيتزا. بيتزا اوكي نطيبوا بيتزا. ومقبليك تحب اغنية طليانية وكل حسيتك تيم طلياني اليوم الكل. تحب ايطاليا؟ مشيت قبل الجينوفا. اي سافرت في الباتو هاو جاو على الاخر مع الكوازيير معناه. اي مع جميل نجار. اي اذيك اللي مثل في بوليس اذيك محليه ولي في الدنيا سمباتيك حتى انا نحبو كي مثل في بوليس. بيه نبداو من الغسيت. اي للفات نتاع البيتزا نسحقوا اول حاجه شنايا معنا؟ الماء. الف مي باه باش تعملوا الخميره قبل. أي. اوكي قولي قداش تحب مي عاده؟ هذا مي دافي دافينه شويه يزي هكا يزي شويه نزيدو شويه سي بون. اوبلاش نحطو فيه خميره. اي هذه خميره خبز ماشي خميره جاتو هكا ولي. اما لازم الماء دافي راهو سي بون. حطينا الخميره تو نخليوها في الماء دافي. نجمو زيد نزيدوها شويه سكر باش تخمر مليح. اي مش مشكله هكا توا هكا خليوها تخمر جوست هكا تنفج شويه ومن بعد نكملوا نخلطوا لي زانغريديون الاخرين. اوكي قد ايه عمرك انت لينا؟ انا عمري 8 سنين. اي وين تقرا؟ نقرا في لاجوكون جمال. ناي بك انا قريت في لاجوكون كي كنت صغيره كنت لبسك الطبليه هذيك كرويت بيضاء وحمر هذيك. اي مش حمرا بيضاء وكحلة. وعندك لي بوتون هذوكم بتاع الباني الباني والكانتين. يا حسره حتى ما زدت صغيره راه البارح خرجت من المكتب ما صدقتش. ليه انا البارح كنت نقرا في سنه السادسه. منى ما قديش عمرك انت؟ قلت لها قد ايه تعطيني عمر راي؟ نعطيك 20 سنه. 20 عمري 20 ماله قد اي باش مغرومه انت احكي لي. مغرومه بالتمثيل اي وديفيلي دو مود. تحب تولي مانكان؟ اي تبدا تعمل ديفيلي وتمشي هكا نوريهم الدواده بشيو.
برشا حاجة. نعرف شنو هي انا. ايه على الاخر. هاي بيه، وشنو اخر؟ زاد قلت لي انت تحب تولي بيدياتر. بيدياتر ومعلمة تاع جيمناستيك ريتميك. اه برشا حاجات هذوما. برشا اي. تنجم انت شو كيف تعمل؟ نجم تختار خدمة تقعد تخدم فيها هذيك وتعمل حاجات هكا على جنب من ومن اكسترا. تنجم تعمل اكسترا بروفا نتاع جيمناستيك اكسترا توب موديل اكسترا تمثل والا تمثل اكسترا توب يعني من بعد تنجم تلقى حل. فهمتك هكا ولي. هاي بي حطوا طال فارينا. اوكي شبي حاجه حاجه. هاي نحطوا عمتك الفارينا. احنا راهوني بالعين احنا هكا ولي مستنسين مستنسين نطيبوا كل جيما طيب في الدار. ايه انا فما عصفوره نقولكش قالت لي اللي نتوما في الصيف كي تمشيو لقليبيا ايه طيب انت وخويتك في الليل مأخر الى حد انت حتى مشكله اما تحربوها الدنيا من بعد تخليوها كيكه وترقدوا كيكه. ايه شو تطيبوا مثلا؟ مقمق. ايه وعظيميت. عظيميت برشا حاجات. برشا حاجات وتخليو كوجينا هكا. ليه ليه ديما كيطيبو نظمو كوجينا هكا ولي. تو باش نحطو فرينة البيتزا متاع وردة هكا 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 هنحطو بالقدي باش تجينا بات بيهي. وانا عندي فكرة نحطو لها شوية حبق باش تبدا البات هكا بنينة وفيوح. ايه؟ اوكي يزي هكيكا وحط لها انت شوية ملح. صافا ميرسي. وتوا انا نحط لك ماء يا ساعة نخلطوها هكا هكا قبل ما نعملوها بيتزينا نخلطوها لهنا الساعة. ديجا ريحة الحبق طلعت شميتها شمو باش تولي ديما تعرفوا شو اسمه بالفرنسي؟ تعرفوا كلك قلتوا با بازيليك. بازيليك فوالا. وانتي مغرومه بالبيتزا؟ بيان سور بيان سور. واش كيفاش هي البيتزا قبلك حكيت لي حكايه على البيتزا انتي راه ان عندي جوست كوف كيما بيتزا. ايه كش معناها كيما البيتزا؟ معناتها كيما عالم ايطاليا وكيما حاجات البيتزا. واش لونهم؟ الطماط كيما الروج. ايه والجبن كيما دي بلون. ايه والبازيليك كما جوفير. يعملوا ثلاثة ألوان علم إيطاليا أي. وهم بيدهم ألوان البيتزا بالحق وألوان اللبسة متاعك وتاع بعد شوية هكيكا. اي باه نزيدو هذا يمي تو باش تتلم مليح العجينة. باهي باه مي ديفي ديما ماذا بينا تراه نبداو بشوية بشوية تو نحركوها تراه خل نفهموها مليح. وعند قدي عندك خويتك ساعة؟ نعرف لي عندك خويتك قدي عندك قدي قدي انا عندي واحدة اسمها كنزة. ايه وواحدة اكبر واحدة اسمها سارة. ايه وواحد خويا صغير بكل اسمه عبدو. ايه وخويا كبير اكبر مني هو. ايه اسمه ابراهيم. وانا معهم كا. وشكون اكثر واحد انت صحاب انت صغرونا بالكل؟ لا خويا صغير. اخوك اصغر منك؟ هاي بيه بشوي شقالك ساعة توا كي نعجنوا بيجينا. باه احنا خسرنا يجينا خسرنا قبيليكا. صافا شو نحي خاتم عادر يولي كله عجينه تاكل بعضها عاده بالعجينه. يجي نحطوها هك هاي يعجن عش بيه. عجن معاه يعجن باش تلصق بيجيك وكل صاحيتك جوا. شنو اللي غسيت لي طيبه في الدار مع خويتك أبغى المقمق. مقمق وال العظايمة في التيفال. كيف العظايمة في التيفال؟ كيف تعملها؟ ترى لحظة برك. نحط الزبدة. إيه. نحل الغاز. إيه. بعد كده نحطهم نستناهم يطيبوا بعد كده ناكلهم. وتخلطهم ولا تخليهم كيكة صحاح؟ لا خليهم. أوكي إجا نزيدوا فرينة تاع البيتزا وردة هذه خاطر مازالت تلصق. خو هيك الدكتورة بازي تو عجن عجن رح نحطوها هوني مش كيكا نعجنوها مليحة
جو على الاخر هكا عاودوه مع هذا لي غوسيت في الدار هكا سهله راه ماهيش صعيبه الحكايه خلط مليح 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 صحيتك لمها الكل قولي نزيدكم ايه اوه لا سي بون سي بون تراه لحظه برك نزيد شويه ماما نموها هكايا بالكدا الساعه من بعد تو نزيدوها لازمها تخمر ماك تعرف عاده اي هكا ولي صبا هذا هل زيدوها شويه شويه ماء شويه برك هيك اوه حلت الكل وش هي بلاد تحب تمشي تسافر لها مثلا امريكا اي ودبي ونحب نعاود نمشي لايطاليا امريكا علاش تحب امريكا تمشي خاطر نحب نمشي لها عمري ما مشيت لها وملي انا صغيره حنا نمشي لها بالحق اعجني اوه مريول هبلني ولينا كلنا فارينها عجب لك دي ينزل عليها بالكدي 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 شو اعمل هك مشيها بيدك ريتل اعمل هك باش تدخل في بعضها صحيتك صحيتك اكي اكي تخليهاش تغلبك عاده هي باه ترى نزيدوها شويه ضرب وبعد نحطوها تخمر نحطوها تخمر نظفوا يدينا شويه ايش راولك في الفكره بيه. جلموا هذا الكل لازمنيش خاطر كي كنبذروا نعمه ربي هكا ولي بيان سور بيان سور حطوها هوني شكفي باش نعملو نحط لك طرف فرينه في يدك باش نحي بها اللي لصق في يدك نعمل هكا شغال فيها لاستوس هذي باهية هيلا قاعدة تنهر لي لا مالا نزيدو ابرك مليح عاد باه ها هيك باش نحيو العجينة اللي قاعدة تويحلى سي بون اي سي بون طار نظمو الدنيا جيت نظمو ما بين نظمو ونظفو نطقو هذايا هكا جي ما كلين از يو جو هكا ولي اوبا لا شاي جا نغسلو يجينا اغسلو سي بون غسلتها مليحة اي سي بون غنعطيك بابي تنشفي يديك مازمناش نقطرو عاد الماء في القاعة ما هو احنا لينا اليوم حبيت نربح الوقت ما الفيتزا تقعد برشا هي تخمر تحب لها ساعة ساعتين هكا ولي يا اخي انا حضرت بات اخرى وخليتها تخمر من قبيليك الحق اي ميلا كيكا باش نقعدوا ميلا احنا نستني ونضيعوا في الوقت يا اخي يا سيدك من سيدك هذه البات اللي عملتها خليتها ترتاح خنهزو هذا يا هوني هايكا ديما نلفوها بابي الومنيوم سيلوفان هذا اسمه نسيت اسمه اللي فوق بابي سيلوفان باش تتنفخ مليح وتخمر مليح وما نجيله اجا دارنا حيوة باش نحلوها بيكي شفتها محلية مسا مسا بدا كيفي وريحتها كي ريحة البيتزا شوف سبحان الله حتى هي بيتزا قولي باش نقسمو هكا كل واحد باش يعمل البيتزا نتاعو بيهي نحط لك شويه فارينه حتى الفارينه ريتها نتاع بيتزا وشي بيتزا اليوم شو راني نشوف فيك بيتزا يا نطا اي احكي لي توا وانت عاده تعجن في الفارينه العجينه مش جدا شو لحظه برك قبل ما تحكي لي خلنا نعطيك القلقال وباش نحلوها وباش نعملو خاطر ميني بيتزا هكا ولا عملها كعبوره بالكدا ومن بعد حلها واحكي لي عاد اش عملت وين مثلت وكل نحكي لك قداش مثلت من البيبيسيتي تتذكر احسبهم في مخك وقال ستة إيه ستة بالكديها مين ما زلت تحب تزيد تمثل في بيبيسيتي اخرين وكل اي انا قعدت نجي تعمل بالقلقله وانا نتفرج اجا نحلوها نحط لك شويه فارين من هنا شويه كي 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 كيف الثلج خلينا نحط زيادة استنى 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 هاو
راهو كي الثلج. الله يحسدها راه باش تعمل لي عامله راهو راهو يجيو بحذاء الكوجينه ويعملوا فيا راه نعملوا هكا حنطبعك عاد وتجي هكا دورها دور هكا اسمع هكا الصوص زيد ما غير ما انا باش نتعبوا برشا عنا الصوص بيتزا ديجا حاضره تاع كارتاج بيه كيف باش تسهلوا على رويحنا خاطر مازلنا احنا باش نلعبوا ومازلنا باش نحكي ومازلت باش تعمل لنا عرض من بعد تقول لهم شنو خليهم يقعدوا يخافوا سوربريز فوالا تعرف تعمل كيما كل اللي يعملوا البيتزا كي يبداو يدوروا فيها هكا هكا نعملوا كيفهم باش يكبروها اي هاي نزيدو هكا وبعد باش نقصوها بالقالب دور دور خاطر احنا باش نعملوها ميني بيتزا اي ميني ميني باش هكاك كل واحد يشد كعب بيتزا ياكلها على روحه غير ما شدوا طرف كبير هاك انزل بالكدية سي بون اوبس خنقرب هذا اللي باش نطيبوا فيه البيتزا باش نحطوه في الفوق شنو تحب نعاونك نزيد نحلها لك شويه تعب البيتزا شويه ولا اي ولا صافا وقت اللي تقلقلها يا سلطان وقت اللي تقلقلها هانا نقلقلو فيها حلو سي بون ظهر لي هاي خلنا نعطيك القالب نتاعنا وين اوا عمك القالب عنا زوز انت تحب انا هو هنا هذا مساس هاي انت هذيك وين تا نعمل بهذا اب سي بون حطها غادي كالي سي بون ها هاي كان حطوهم بعد على بعض دخلت بعضي نهار كل وين داخله بعضي حطوهم بعد على بعضهم خاطر مازالوا كي باش يتشيبوا باش يكبروا هما ايوا استنى بعد هيك هاك هاك سي بون وبعد عاد نعجنوا اللي قعد ونعاودوا نطرحوها لي عاود هاي سي بون سي بون مازلت نجم عاد انت تعمل فيها انا سيد خاطر انت كبار اي زيك علاش يسعوا في اوكي تو بعد ما نعملو هكا باش نحطو الصوص نتاعنا بيتزا نتاع كارتاج اي بي آه هاي آه يا عمتك البيتزا كلنا عاد نحبوا البيتزا خفه شكون ما يحبش بيتزا تعرف شكون ما يحبش بيتزا؟ شكون؟ نعرفش نسأل فيك. أنا عندي صاحبتي ما تحبش الشوكولاتة الجملة. شو اسمها؟ اسمها مايا. كوكو مايا. صاحبتي مايا وعندي صاحبتي ابتسام ما تحبش الشوكولاتة صاحبتي ابتسام وعندي صاحبتي مروة تحب الشوكولاتة زادة هي. هما كلهم صحابك؟ إي مزيان نسميهم كلهم. يحبوش الشوكولاتة. وعندي صاحبتي نونو وعندي صاحبتي صاحبتي نونو زي تحب الشوكولاتة الحقيقة متاع ربي شكون آخر صاحبتي نسيتهم شي تغشوا عندي عندي برجة صاحبتي أمل وصاحبتي كيفاش نعملها هيتا نعاونك فيها شو تحب انت تحط نعطيك تحط صوص على كعبية البيتزا وانا نكمل انت اوبس 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 عطيني مغرفة صغيرة فوالا خل نحلك الساعة البيتزا هذيا صوص طومات ديجا حاضرة هاي كان غرفة صغيرة طب شوي بشوي حط فوالا وحلها مليح وخويتك تعمل لهم عميل ولا لا ليه؟ طب متأكدة؟ زيد ذكر زيد ذكر شوي أنا أختي نعمل العميل مثلا
كنت هي متقراش في تونس، تقرا في الخارج. يا اخي كنت كي تجي من كي تجي بحالينا في العطله في الفاكونس نحي لها حويجها ونمشي زعما هما في حويج نعطف مع الحويج المصخين زعما شويه كي تروح تنسيهم ولا بعد نلبسهم عم بعد تفيق بيا. اما هي مسكينه قلبها كبير. إينيس اختي اسمها نعملها كوكو إينيس، كل عملتهم كوكو اليوم. وإينيس اختي مسكينة ما نخلي لها حتى شيء، لا حويج لا مكياج لا حتى شيء، ديما كيكة. علاش؟ هكيكة خاطرني اختها صغيرة ندلل عليها. تدللش انت على خويتك؟ ندلل على الماما بابا. خويتك ليه؟ جينا ريتهم يبوسوا فيك ويشجعوا فيك وكل. ايه ريتهم في الكوليس راه. هكا ولدي. سافا انتي وستوس سي بون؟ ايه سافا. ريحتها بنينة هاي. ضحك. شميتها؟ يستغرون يوم نسكن باش ياكلوا البيتزا. يوم عندنا نهار سميتو بيتزا، نهار البيتزا اليوم. خلينا نستويوهم السيدي ومحليهم. لازم متلصقهمش لبعضهم باش ما يصبوش حتى باش بيان سور. الفوق نتاعنا ديجا حطيناه يسخن هكا ولا اي. وتوا اش قولك كان انت تكمل تحط الصوص وين نكمل نعمل لكي نحطهم لك هوني وكها ونقول لهم نرجعوا لكم بعد البوب من بعد ما نطيبوا في الميني بيتزا بتاعنا. اوكي اتو دالوغ باي باي. غاديك اقول لهم غاديك عاد باي باي. اقعد انت كمل.